من أرض النوع People Land، المكان اللي حير كثير من الناس، مثلث برمودا. نحن الآن في بلد برمودا في عاصمتها هاملتون. طبعاً هذا المكان اللي ما كنت أتوقع في حياتي أني أزوره، وهي اليوم أنا أطلع عليه. طبعاً كل الناس اللي ضحكوا علينا في السنوات الماضية والأعلام أنه هاي السفن بتضيع والطيارات كله ضحك على الدون طلع، من الشغلات اللي ضحك علينا فيها سنوات كثيرة هذه هي برمودا. هذا المكان الجميل الرائع، استمتعوا في حياتكم وانتبهوا من الإعلام اللي بيسوق لكذب دائما علينا، وللأسف نحن نصدق.